بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله ده شرح الكرين جيردر أو بشكل أدق الكرين كراك جيردر. طيب إيه هي الكرين كراك جيردر دي؟ الكرين تراك جيردر ده هو عبارة عن الحقيقة أنا قعدت أفكر كتير إزاي أدخلكم على الدرس بشكل لطيف، يعني بحيث إن الناس تبدأ تستوعب إيه هو الموضوع، فملقتش أفضل من الفيديو ده إن هو يسهل كلام كتير عليا وانك تبدأ ايه نتفرج عليه كده مع بعض. طيب في الحقيقة هو ده عبارة عن مصنع او تغطية، في ونش اهو، ونش ده موجود عشان يشيل الحاجات بشكل في اتجاه اكس يروح يمين وشمال، وبعد كده يبدأ يرفع ويروح في اتجاه واي يروح قدام وورا بالمنظر اللي انت شايفه ده، يبدأ يشيل الاوزان بتاعته. تمام، يبدأ يطلع بالوزن يروح بيمين وشمال ورا وقدام. طيب يعني يا ريت تكون ايه الدنيا وضحت شويه. طيب في الحقيقه معظم الناس هتكون فكرت دلوقتي ان دي الكاميرا اللي انا هصممها، وده مش مظبوط، لان دي سهله شويه، دي تصميمها يكون سهل عامه، يعني ممكن تصممها عادي مش صعب. يعني في الاخر انت عندك الترولي ده او العربيه دي او الموتور ده بيتحرك يمين وشمال، فانت بالتالي هتشوف الوزن اللي هو شايله قد ايه وتحطه في النص كماكسيموم وترسم بيندنج مومنت وتصمم القطع عادي ككاميرا يوني اكسيال، يعني مش حاجه يعني. بس في الحقيقه الدرس المره ده هيكون اصعب شويه، انت مطالب منك تصمم الكاميرا دي الكرين تراك جيردر. طيب مع بعض كده، الاول اللي شايلها الكاميرا دي هي كل وزن الونش بما عليه باللي شايله، يبقى انا المطلوب مني اجيب الونش شايل ايه والاونويد بتاعه وكل الاجزاء بتاعته وزنها قد ايه، وبعد كده ابدا ارمي الحمل هنا على الكاميرا واصمم الكاميرا دي. فهي انت عندك كام حاجه خطيره جدا. طيب نبدا نتكلم في الاحمال الاول، ايه الاحمال اللي شايلها الونش ده او العربيه ده؟ اول حاجه الونش ده شايل اللايف لود اللي هو الوزن، اللايف لود اللي هو اللي معمول علشان القصه دي كلها، اللي هو الوزن اللي هيتحرك بيه الونش جوه المصنع او هينقله كماكسيموم حموله، وده بيكون جيفن. وحتى انت لما لو صممت في الواقع بيكون جيفن، بيجي صاحب المصنع يقول لك انا عايز احط وينش حمولته 60 طن وهكذا 20 طن 40 طن. طيب نبدا، يبقى انا كده عندي اول حاجه اللايف لود اللي هيشيله الوينش او الترولي، الاون ويت بتاع الكاميرا بتاع الوينش نفسها، عندي اون ويت بتاع الكاميرا بتاع الوينش، وزن الترولي نفسه او وزن الموتور ده، كل دي اوزان هيشيلها، كل ده المفروض ان انا اقوم جاي راميه هنا فوق الكاميرا دي واصمم الكاميرا دي عليه. في الحقيقه هو مش بالسهوله دي برضه، لان انت عندك حاجتين، اولا ده بيتحرك يمين وشمال، فوجوده هنا غير وجوده هنا غير وجوده هنا، كل مره هيكون واقف فيها في منطقه من دول هيديك رياكشن مختلف على الكاميرا دي، وبالتالي الكاميرا دي لو هي سبورتد بالمنظر ده فمره هيكون الرياكشن ده قيمته كبيره قوي لو ده قريب، ومره هيكون اقل شويه لو ده في النص على حسب حركه الموتور ده نفسه. يبقى انت عندك ادي اول نقطه، لازم لما اجيب اللود او الرياكشن اللي هيترمي على الكاميرا دي يبقى الترولي ده او الموتور ده في اقرب ما يمكن من الكاميرا اللي انا هصممها، سواء دي او دي، يعني سواء دي او دي، انا هاخد دي او دي واصمم على فيهم الثانيه زيها كماكسيمم كيس فلودنج. واحد يقول لي انا هجيبها اقرب ما يمكن هناك واصمم دي عادي براحتك، المهم ان انت تجيبها اقرب ما يمكن لنقطه الكاميرا منهم وتصمم بعدها. دي نقطه. النقطه الثانيه وهي الاهم، ان ده وهو بيتحرك كده اصلا وبيتحرك كده هو اوريدي، لو خدت بالك هتلاقي هنا في عمود اهو، وهنا في عمود، وهنا في عمود، وهنا في عمود، فانت لو خدت بالك من الكاميرا دي هتلاقيها عامله كده كونتينوس بالمنظر ده. فاوريدي وهو هنا عندك عجله بعد الكاميرا، هو الونش ده بيكون محمل عجلتين من جوه، ما ينفعش يكون عجله واحده، العجله واحده يتقلب قدام ويتقلب ورا، لازم عجلتين، عجله من ورا وعجله من قدام. خلاص، يبقى انت عندك من جوه هنا هتلاحظ حتى في زي حاجه اكس كده هو اسود صغير، هو ده اللي بيبقى ماسك العجله، عندك عجله من هنا وعجله من هنا ودول جوه متغطيين شويه. تمام، متغطيين عشان هنا في مجرى كده قضيب والعجله محطوطه فوق بشكل مقوس كده، ولو حد شاف القصه دي حتى زي بتاعت الابواب يعني العجله بتكون بالمنظر ده. طيب العجله دي بتمشي قدام، العجلتين دول بيمشوا قدام وبيمشوا لورا، فوجودهم هنا وهنا غير وجودهم هنا وهنا غير وجودهم هنا وهنا، فانت المطلوب منك ان انت تجيب العجله دي وضعها فين في اقصى مكان يديك ماكسيمم ستريننج رياكشن عشان تقدر تجيب ماكسيمم ستريسز ومنها تجيب اكتر قطاع امن. يعني واحد يقول لي ممكن ايه، طب ما انا احطهم في النص الاثنين، اقول لك اه ممكن في النص يديلك ماكسيمم مومنت، بس في وضع تاني هيديك مومنت اكتر
وده انت ما صممتش عليه. يعني واحد صمم على ان العجلتين في النص بالظبط، يعني جه هنا وراح قال لي عجل هنا وعجل هنا، والعجله تيجي تقف في موضع تاني يديها يعمل ماكسيمم مومنت اكبر من اللي انت صممت عليه، يديلك ماكسيمم ستريننج اكشن، فبالتالي الكاميرا دي تقع. فالمكان اللي انت هتحدد الماكسيمم ستريننج اكشن منه انا هعرفه لك بعد شويه، بس المهم تبقى مدرك خطوره حركه العجله دي يمين وشمال. في الحقيقه هو يمكن من سبب اختيار الدرس ده وانه يكون مطلوب منك انك تصمم كاميرا او كرين جيردر، يكون في درس بالاسم ده، هو انك تتعود على نوع جديد من الاحمال. وزي ما اتكلمنا قبل كده كتير ان شكل الحمل وطريقته هو اللي بيحدد نوع التصميم، هو اللي بيحدد شكل الستريننج اكشن، هو اللي بيحدد شكل الاستريسز. فبالتالي نوع الحمل وشكله وطريقة حركته ثابت متحرك، هو ده كله اللي بيأثر في طريقة التصميم بتاعتك، هو ده اللي بينتج لك الستريننج اكشن. هو ده اللي مهم تكون مدركه كويس وتوسع مداركك انك ازاي تقدر تقرا الحمل بشكل كويس وتقراه مظبوط وتتخيله صح عشان تقدر تعوض في خطوات التصميم بشكل مظبوط وتبقى متخيل انت بتصمم ايه بالظبط. زي ما اتكلمنا كتير في السكشن وعدنا في الموضوع ده كتير جدا، مش هنطول اكتر من كده بقى فيه. طيب نخش على التصميم على طول. الناس كده مدركة معانا احنا داخلين نصمم ايه؟ داخلين نصمم الكاميرا دي اللي عليها الاوزان دي كلها. طيب بسم الله، الاكزامبل بيجي لك بالشكل ده، ديزاين اوف جرين تراك جيردر سيمبلي سبورت، ده زي اكزامبل شيت بالظبط. الطول 6 متر. ايه الطول اللي بيكون جبن 6 متر ده؟ اللينس، اللينس من السبورت للسبورت اللي هو ايه؟ اللي هو بحر الكاميرا الكرين اللي هو من الاخر ده، بس هتلاقيه مدولك 6 متر. ففي الحقيقة احنا هنصممها از سيمبل بس، يعني مش هناخدها كونتينوز. انت هتاخده از ان هي كونتينوز وتحط عليها العجل بتاعك وتصمم، مش هنصمم على ان هي كونتينوز. خلاص دي اول معلومة في الحل. يعني يبقى دي اول معلومة، 6، والستة دي اللي هي الزمان بتاع الكاميرا اللي هي الكرين تراك جيردر اللي احنا هنصممها، وهنصممها از سيمبل بي. طيب بيقول لك ان الكاميرا بتاعت الونش نفسه الكباستي 4 طن، العجله نفسها الكباستي بتاع الونش 4 طن، والعجله نفسها بتقول كام؟ ثواني، 4 طن، دي 4 طن على المتر، دي اللي هي الكاميرا برميتر ران اللي هي وزن دي. خلاص وبيقول لك بعد كده ان العجله نفسها ما تقدرش تقرب اكتر من متر، يعني انت العجله ممكن الترولي ده يفضل يمشي 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 بس ما يقدرش يقرب اقل من متر. الحقيقه المعلومه دي مهمه جدا لان هي دي اللي هتفرق معايا لما اجي اجيب رياكشن اللي هيترمي هنا، فهي دي فايده كل المعلومه دي. تمام. طيب هي عندك داتا تانية بيقول لك عامة هتلاقي كله مكتوب هنا برضه، كلين جيردر ديتيلز از فولو اسيوم اني ميسنج داتا. طيب الامباكت لود، وده مهم جدا في الحقيقة، هو في حاجتين احنا ما اتكلمناش عليهم. ان الاحمال اللي متعرض ليها الكاميرا دي هي مش بس الاحمال دي، انت عندك نوعين كمان من الاحمال وهي ماشية في الحقيقة. حتى لو في ديفليكشن بسيط هنا كده فالعجلة دي اول ما تيجي هنا هترزق زي كأنك فوق الكوبري، فده بنسميه امباكت لود، فده لود تاني هتحسبه معاك، وده نوع جديد برضو من الاحمال انت لسه ما اتعودتش تصمم عليه قبل كده. وعندك نوع تاني برضو من الاحمال يعتبر شبيه للامباكت، ان العجله دي وهي ماشيه زي ما قلنا في قضيب هنا، والقضيب ده العجله دي عامله كده، فهي ده لما يروح يمين وشمال هيرزق الكاميرا دي كده ويرزق الكاميرا دي كده، فده بنسميه لاترال تشوك. لاترال تشوك دي بتعمل حاجه على القطاع ده اسمه ام واي. ليه؟ لان اتفقنا احنا قبل كده لما يكون عندي كاميرا بالمنظر ده وعليها لود كده، فاللود ده هيعمل لي ام اكس، ولو عندي لود بيخبط من الجنب كده فاللود ده هيعمل لي ام واي، فاللاترال شوك دي احنا متفقين هتعمل ام واي. نكمل. خلاص يبقى الامباكت الرقم ده خليه معانا دلوقتي هنعرفه بعد شويه. المقدمه طويله شويه معلش، ولكن هتسهل علينا كتير في الحل دلوقتي، هيكون الموضوع اسرع في الحل لو الناس شاربه معايا القصه دي بشكل اكبر. تمام. طيب تحت هنا هندي لك ايه؟ مديلك الاوزان انت محتاجها، 1 طن وزن ترولي، شكلي مسحت جزء من دي كانت 4 انا معدلها، ماشي 4 طن. تمام. وده 20 طن اللايف لود، وده
المسافة بين العجلة والعجلة 2 متر، ده كده المسافة بين العجلة والعجلة جوه الونش، وجوه عجلتين الونش اللي هما بيحملوا على الكرين تراك جيردر بالمنظر ده لو الناس فاكرة الرسمة. يبقى دي المسافة بين العجلة والعجلة مديها لك، كمان انا معدل عليهم فبيختفوا. خلاص المسافة بين الكاميرا والكاميرا او بحر المصنع نفسه 20 متر، الوزن اللي شايله 20 طن، وده قلنا من شوية. فين بقى الكاميرا بتاعتنا اللي احنا هنصممها من الرسمة دي عشان الناس تبقى متخيلة؟ ده كده الكرينجر الجردر بتاعت الونش نفسها، ده الترولي او ده الموتور. الكاميرا اللي انت هتصممها اهي، حتى انا كاتب لك هنا هتلاقيني في الجنب ده، ده كرين تراك جردر. الكاميرا اللي تحت كاميرا الونش دي اللي انت هتبدأ تصممها. طيب اول حاجة هنبدأ نحسب الاحمال. عشان نحسب الأحمال لو رسمنا كده ايه دي ايه الكاميرا السيمبل، دي كاميرا الونش خلاص، دي كاميرا الونش، والترولي بيتحرك فيها اهو في المربع، وحركناه حركناه لحد ما قرب لمسافة متر ووقفته. الترولي ده وزنه 20 طن اللي هو شايله من اللايف لود، والاون ويت بتاعه يبقى 21 طن اللي هم دول. طيب في حاجة تانية، في ال4 طن على المتر اللي هو الاون ويت بتاع الكاميرا الونش نفسه، ونجمع دول مع بعض ونحط ده كديستريبيوتد لود. تقدر تجيب الرياكشن اللي مرمي فين على الكاميرا اهي، شوف انا رسمها لك في الجنب اهي، رياكشن على الكرين تراك جيردر، رياكشن على الكرين تراك جيردر. خلاص واضحة؟ طيب كنت بتأكد بس اللي أكون بعدل على النسخة اللي أنا هرفعها لكم، حكم أنا بشخبط الكيلو محدش هيشوف حاجة. طيب يبقى زي ما احنا الماكسيمم رياكشن أقدر أجيبه إزاي؟ أقرب هنا متر، خد سيجما المومنت، تقدر تجيب الأر ده بسهولة جدا، تقدر تجيب الأر بـ21.95 طن. في الحقيقة هو الأر ده يعتبر تاني مجموع العجلتين، الار اللي جاي هنا كده ده هقسمه على العجلتين، يعني الار اللي انا هاخدها دي هتبقى العجله دي شايله نص والعجله دي شايله نص. في الاخر انا اعتبرت دي كاميرا واحده اللي انا حسبت عليها الار، بس في الاخر هم كم عجلتين، عجله هنا وعجله هنا، فيعتبر ايه دي شايله النص ودي شايله نص الار بتاعي. طيب يبقى اللود بتاع العجله الواحده فور وان ويل هتلاقيها 10.98 طن، يبقى انا جبت وزن العجل. ابدا اتحرك بوزن العجل بقى بتاعي بالمنظر اللي انت شايفه ده، يمين وشمال ورا وقدام ورا وقدام بالنسبه للكريم بتاعنا، لحد ما اوقفهم في المكان اللي يديني ماكسيمم مومنت. وركز بقى معايا في الحته دي عشان تعرف ازاي تحطهم بالظبط في المكان اللي يدولك ماكسيمم مومنت من غير ما تغلط، لانك لو حطيته في مكان مش مظبوط، يعني حطيت العجله مش في مكانها، مش هتدي لك المومنت اللي المفروض يطلع، وهتحل المساله كلها غلط. النقطه دي خطيره جدا. طيب المسافة بين العجلة هو مديها لك، يعني هو مديلك مسافة بين العجلة 2 متر، خلاص مسافة بين العجلة 2 متر. طيب هتحط المحصلة، أول حاجة ترسم سنتر لاين للكاميرا، يعني ترسم الكاميرا عادي هي بحرها 6 متر، واعتبرنا سيمبل، سيبك من الجزء اللي هنا ده، أنا بوريك بس الجزء عشان تعرف إن إحنا إيه، هي كونتينيوس بس إحنا اللي شغالها كأنها سيمبل عشان نسهل عليك القصة شوية. لان انت لو اشتغلتها ان هي كونتينوس وعملت انفلونس لاين الموضوع هيكون كبير جدا، يعني المفروض ان احنا بنعمله ده بديل الانفلونس لاين، ان انا اجيب اقصى مكان يأثر فيه القوه وامشي على الكاميرا. هترسم السنتر لاين بالمنظر ده، وبعد كده تجيب العجلتين ترسمهم بره كده، يعني انت اعمل كده، اعمل كده ما ترسمش على الكاميرا، وتقوم جاي رسم المحصله بينهم، المحصله بتاعت العجلتين هي ال20 وشويه او 21 وشويه،
هي دي 10 وشوية ودي 10. المحصلة دي المسافة بين هنا ومن هنا 1 متر، ومن هنا لهنا كام؟ 1 متر. تقسم نص المسافة بين المحصلة وأي قوة فيهم، وده يبقى السنتر لاين بتاعك. يبقى دي نص متر ودي نص متر، في مشكلة؟ ودي متر. أقسم المسافة بين العجلتين نصين وأحط المحصلة بتاعتهم، ما هي المحصلة في النص، وأقسم المسافة بين المحصلة وعجلة فيهم، أي عجلة فيهم، عايز تحطها يمين تحطها شمال براحتك عادي، المهم كده كده الماكسيموم المومنت هيجي في الناحية اللي تحط فيها العجلة. وتقوم جاي يا سيدي حاطط العجلة السنتر لاين بتاع الكاميرا في نص المسافة بين العجلة والمحصلة بالمنظر ده. ادي المحصلة، وادي الواحد متر، وادي نص متر، وادي نص متر، يبقى المسافة دي متر، المسافة دي متر بين المحصلة. يبقى من الآخر، من الآخر، العجلة اللي أنت هتحطها قريبة من السنتر لاين، سواء في الناحية دي أو الناحية دي براحتك، سواء في الناحية دي أو في الناحية دي، هتكون على بعد نص مسافة النص، النص، نص الـ A يعني. من الآخر كده، لو دي عجلة والمسافة دي A، فدي نص الـ A تمام، ودي على الاتنين كمان. خلاص تحط العجلتين بتوعك، تجيب الرياكشن ده، وجبت الرياكشن ده تقف عند النقطة دي، سواء دي أو دي على حسب ما أنت تحط، وتقوم واخد سيجما المومنت، فبالتالي تقدر تجيب قيمة المومنت ده. يبقى كده ده الماكسيموم مومنت، والموضوع إن شاء الله سهل. طب ده بالنسبة للإم إكس، للود اللي جاي من فوق. طب إحنا اتفقنا من شوية في لاترال تشوك، لاترال تشوك هتخبط من الجنب كده، من الجنب كده وهو ماشي. خلاص في الحقيقه اللاترال تشوك انا مش هخليك تحسب المومنت عليها، هخليك تاخدها نسبه من ام اكس، فسيبها دلوقتي ما تشغلش بالك بيها. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ جبنا المومنت نتيجه الكونسنتريتد لود دول، فبقى لك ان اللود نتيجه المومنت نتيجه الديد لود اللي هو الاون ويت، ده الاون ويت بتاع الكرين تراك جيردر، خلاص اللي هو 0.2 طن على المتر الارضي ده، يعني بيكون جيفن برضه، ولو مش جيفن افرضه زي الفرد ده. طيب ده كده المومنت بتاع الديد لود او الاون ويت، وده سهل خالص في الحقيقه. وانت محتاج تجيب قيمه المومنت هنا، مش هي الماكسيمم مومنت، يعني لو دي بوينت 9، انت لو حسبت البوينت 2 في قله تربيع هتلاقيها 8، هتلاقيها بوينت 9، بس هي مش البوينت 9. البوينت 9 دي لو هتجمع، تجمع مع الجزء ده، فما ينفعش تجمع ده مع ده، هم مش نفس النقطه دلوقتي، فانت هتجمع ده تقريبا دي اقل منها بواحد من عشره، فهتبقى بوينت 8. نسبها، نسبها طول العرض، يعني لو الواحد متر بيدي لك كذا يبقى 6 متر بيدي لك كذا، يبقى المسافه دي 1 متر بيدي لك كذا، نسبها يعني، ما تصعبش الامور على نفسك. يبقى ده تاني خطوه، جبت المومنت نتيجه الديد لود، ابدا اجيب الشير، احط مجازا، مجازا عشان لو في واحد مركز معايا وفايق كده هيقول لي طب ما هو لو انا حطيت الركيزه دي هنا كده فوق السبورت زي ما انت حاططها، يبقى ده يبقى زيرو، ما فيش رد فعل، هو ده قد ده. طيب هو ده صح عامه، بس احنا بنفترض ان هي اقرب ما يمكن للسبورت بس مش فوقيه، عشان تديني ماكسيمم رياكشن، اقرب ما يمكن للسبورت لكن مش فوقيه، لكن عشان ماكسيمم رياكشن، بس احنا مجازا بنعتبرها فوقيه بالظبط يعني كمسافه، يعني لما اجي اخد سيجما المومنت هنا اقول العشره دي في السته كلها. خلاص؟ يعني يبقى دي حاله التحميل رقم 2 اللي انا هجيب منها الماكسيمم شير. يبقى اول حاجه هحط العجلات هنا واجيب ماكسيمم مومنت، واحطها هنا واجيب ماكسيمم شير، ودي تبقى تاني خطوه انا اشتغلت عليها اللي هي الجيت ستريننج اكشن. اول حاجه بجيب اللود، من اللود بحولها للسترينج اكشن. اظن كده الناس بقى ايه حافظه كويس قوي احنا رايحين نعمل ايه، رايحين نختار القطاع ونشيك عليه اللي هي خطوه تحويل السترينج اكشن لستريسز، واجيب منها القطاع. طيب قبل ما اخش على الخطوه رقم 3، يعني حاجه بسيطه، المومنت اللي انت هتجيبه من هنا ده هو المومنت ام اكس. انا لسه قلت لك في حاجه اسمها امباكت، الامباكت ده بيكون جيفن معاك فوق، بيقول لك هو 25% 30%، بتضرب انت قيمه الامباكت في المومنت اللي يطلع لك وخلاص، سهله دي. يبقى الام لايف لود على طول في الامباكت بتاعك، الام لايف لود في الامباكت بتاعك مباشره من غير ما تعمل اي حاجه. وبالنسبه برضو لل بس الديد لود ما بيضربش في امباكت، عشان بس الناس تبقى فايقه معايا، الله يكرمكم. الديد لود ما بيضربش في امباكت، يطلع زي ما هو. احنا طبعا ده الماكسيمم، احنا شغالين على مش الماكسيمم اللي هو قبليه بشويه، لان العجله دي بوينت نص من ال بوينت نص، فمش ماكسيمم. ثواني كده، دي 2.5، محدش دي 2.5، المسافه دي هتلاقيني جايب لك كل المسافات عامه تانية المفروض.
اتنين ونص. لما تيجي تاخد سيجما المومنت هنا عندك ادي القوة هنا، تضربها في الرياكشن بتاعك، وانت عندك ده رياكشن تضربها هنا. احسب انت بقى مسافاتك يعني، وهات مومنت زودها فيه في واحد وربع. طيب ال ام اكس لايف لود دي خلاص جبناها، يبقى ال ام اكس توتال هتساوي ال ام اكس لايف لود زائد الامباكت زائد ال ام ديد لود، يدي لك ده ال ام اكس لايف لود بتاعك. ال ام واي قلنا هناخدها نسبة، هتضرب التسعة هي في نفس المكان يعتبر، هي لو هي هنا ثواني هي هنا بالظبط اهي. فانا لو عايز اخد سيجما المومنت هنا ك ام واي النقطة دي، هضرب في نفس المسافة فيديني ال ام واي في 2.5، فده ال ام واي، لكن هقوم ضربه في 10%. لاترال شوك تكون 10% من الام اكس، لاترال شوك تكون 10% من الام اكس. طيب نبدأ نجيب الشير. الشير وقفنا العجلة فين؟ فوق الركيزة مجازا، فوق الركيزة. ونحسب برضو قيمة الرياكشن بالمنظر ده، وبعد ما نجيب قيمة الرياكشن نزود عليه الامباكت، عشان نتيجة ان العجلة دي بتخبط هتعمل برضو امباكت في الكيو. في الحقيقة ان الكيو اللي جاي من فوق ده بنسميه كيو واي، لكن انت عندك برضو اللاترال شوك هتعمل ايه؟ ان احنا فوق اللاترال شوك دي الخطة الجانبية المفروض هتعمل برضو شير، فهجيب قيمة اللاترال شوك نتيجة الواي هسميها كيو اكس، عشان جاي في اتجاه الاكس كده، ده كيو واي من فوق، واللي جاي من الجنب ده بنسميه كيو اكس، وهيبقى 10% برضه من قيمة الشير بتاع الواي. طيب يبقى من المختصر كده احنا طلعنا من هنا بديزاين فاليو اللي هي كيو ام اكس وام واي، كيو اكس وكيو واي. والفرق بين ده وبين البارلنج اللي انا صممته سيكشن اللي فات، ان البارلنج كان عليها ام اكس وام واي، ولكن كان اللود ثابت، يعني كان سهل انك تحسب اللود. يعني في الاخر هتيجي تقول لي طب ما انا طلعت من ام اكس وام واي، مع كده التصميم نفس التصميم يعني، هو مش بالظبط، لكن في الاخر انت طلعت بقيمتين سترينج اكشن. فمن واضح قوي من الخطوه دي ان السترينج اكشن هو اللي هيحدد شكل القطاع، وان قرايه اللود هي اصعب خطوه. يعني انت هناك في البرنينج حللت اللود وحللت المومنت، هنا انت قعدت تمشي في العجل وتحرك يمين وشمال عشان تجيب ماكسيمم مومنت. الخطوات ثابته اه، لكن في الاخر انت محتاج تكون فاهم اللود ازاي بيأثر على القطاع عشان تقدر تصمم بشكل منطقي ولوجيك بالنسبه لك، وما تقعدش تحفظ في خطوات وخلاص. الناس اللي فايقه معايا بقى، بعد ما هجيب الديزاين فاليو المفروض سيلكشن اوف سيكشن بقى، هتبقى داخل اصمم بقى دلوقتي. جبت سترينج رياكشن داخل اصمم، اول حاجه بنسوم القطاع عادي، بنسوم القطاع عايز كومباكت زي الفل مفيش فيها مشكله. طيب هنفرض الاف بي سي اكس او الاف بيندنج هو من 5.8 عشان انا شغال نون كومباكت، ولو كيس 2 فهضرب في 1.2 زي الحاله دي. تمام. الحقيقه وانا في حاجه زياده بسيطه، بس ان انت عندك المعادله دي المفروض انا يعني انا اول مره انت تشوفني كاتب الجمله دي اف بي سي اكس واف بي سي 1. في الحقيقه الكود قال لك لما يكون عندك قطاع عليه مومنت من الاتجاهين، احنا ما عملناش ده طبعا السكشن اللي فات، بس احنا هنقولها ايه زياده السكشن ده، واللي عايز يعملها زي السكشن اللي فات ممكن يعملها عادي، بس احنا ايه هنقولها زياده للناس. ممكن تزود الاستريس اللي هو في تحت الام واي ده اللي هو اف بي سي واي، ممكن تزوده قد ايه؟ خش على الكود تلاقي الكود بيقول لك لو انت عندك القطاع بيقول لك التنشن كومبريشن ديو تو بيندنج. تمام. بس بيقول لك ايه شرطه انه يكون سيمتريكال اي شيب، يعني يكون القطاع ده اي شيب، عشان كده احنا ما عملناهوش في الايه في الانجل، يعني لو البيرنج انجل ما تشانل ما تتعملش، لازم تكون القطاع اي شيب. فاحنا هنا شغالين اي او اتش فهو سيمتريك، وان الممبر يكون كومباكت سكشن ريكواير اوف تيبل، يعني لازم القطاع يحقق الكومباكت، يعني الكومباكت او النون كومباكت بتاعتك من الجدول. فلو القطاع ده طلع ان هو مش كومباكت ما ينفعش تشتغل على الفرد ده. تمام. عامه هي كلها فرضيات. تالت حاجه بيقول لك ان لو هو سوليد مش بتاعتنا يعني، فخلاص المهم قطاع لو هو سوليد يعني لو قطاع مش مفرغ. ناخد الاسترس بأوبن 7.2، المعادلة بتاعتنا زي ما هي، عايز ياخدها بواحد بنت أربعة ايه ياخدها
عادي، مش معضلة. لكن لو حابب يعني تطور من نفسك شوية، تبدأ تستخدم معدات الكود بواقعية أكتر، حطها أوبن 7.2 وابدأ اشتغل. ولو هي نون كومباكت ارجع رجعها تاني أوبن 5.8 خلاص. لو هي نون كومباكت بعد كده، احنا فاضيين دلوقتي نون كومباكت، فيعني مش مشكلة. حتى لو حطيت دلوقتي واحد من أربعة مش مشكلة يعني، فحطها زي ما أنت عايز دلوقتي. طيب نكمل. تبدأ تعوض بشكل مباشر الـ MX عندك، الـ SX دي المطلوب عشان أخش الجدول، الـ FBCX اللي هي 1.4، الـ FBCY اللي اتفقنا ناخدها 1.4 أو أخدها 0.72 تمام. ايه الـ SX بقى هنا على الاتنين ليه بقى؟ دي مش موجودة. الـ SX ليه هنا على الستة؟ في الحقيقة هو الـ MY ده ناتج عن ايه؟ عن الخط الجانبية. طيب الخط الجانبية دي في حقيقة الأمر اللي بيشيلها الفلانجة اللي فوق بس. يبقى دي نقطة. أنا عندي هنا المعادلة دي أساسا في مجهولين، أنا عندي المعادلة دي من الأساس قبل ما أنا أجيبها لك بالشكل ده، فيها اس واي، ام واي على اس واي، وام اكس على اس اكس. فالمعادلة دي فيها مجهولين أنا ما أقدرش أعوض فيها، فبعمل إيه؟ زي ما قلت لك برضو في البيرلينج، المفروض ان انا بعوض بواحده بدلاله الثانيه. يعني هنا بقى، هنا في الاتش احنا هنشتغل اتش اي بي هنا. فالاتش اي بي في الحقيقه ان الاس اكس بتاعته تقريبا بتساوي يا 3 يا 4 اس واي. احنا هناخد الثلاثه مبدئيا، يعني حتى انت لو مشيت في الجدول يعني مثلا لو اتكلمنا على القطاع اللي هو 400 ده اللي متظلل ده، بص كده هتلاقي مثلا الاس اكس ب 2880 والاس واي ب 721، فيعني تقريبا من 3 ل 4 اضعاف. وانت طالع كده هتلاقيها بتقل، يعني ممكن وانت نازل كده تلاقيها من 4 اضعاف، وانت فوق كده تلاقيها 3 اضعاف. احنا تقريبا هناخدها 3 اضعاف، وكده كده انت في الاخر بتشيك، يعني كده كده في الاخر انت بتشيك عليها. يبقى هبدأ انا اقول المنظر اللي في الجنب ده ان الاس واي بتساوي نص واي بتساوي نص الاس اكس تمام. الاس واي بتساوي نص الاس اكس، يبقى او الاس واي الاول بتساوي الاس واي توتال على الاثنين، والاس واي بتساوي تلت الاس اكس، يبقى اس اكس على 6، لان انا عندي اللاترال شوك هتخبط في الفلانجه اللي فوق تمام. يبقى كده بقينا ايه، الفلانجه اللي فوق هي اللي هتقاوم بس، يبقى بقت اس واي على الاثنين اهي. وانا عندي اساسا الاس اكس بتساوي 3 اس واي، يبقى لما اجي اعوض بدلاله الاس اكس اقول اس اكس بتساوي اس واي على الاثنين على 3، يبقى على 6. يبقى من هنا نتج المنظر اللي عندنا ده. تعوض تعويض مباشر، حتى كاتب لك انا خطوات التعويض عشان اللي هيتلخبط في التعويض والاختصار كمان، هتلاقي المنظر ده طلع معاك في الاخر اقل من 1.2. يبقى ال اس اكس بتساوي 2411، تشوز اتش اي بي 400 اللي احنا مختارينه 2400 وشويه، وهنا دي 2400. يبقى ناخد ايه اللي بعدها، المنظر اللي هو ده، تبدا تكتب الداتا بتاعتك كلها زي ما اتعودت، تنقلها هناك عشان تشيك الكومباكت والنون كومباكت. حلو قوي، خلاص جبنا القطاع كده، خلاص جبنا القطاع بكل بساطه. بعد ما بجيب القطاع بعمل ايه؟ بخش اتشيك على لوكال باكلينج، تشيك لاترال تورشن باكلينج عشان اتاكد من الاستريس الالوبل بتاعي. بعد ما اتاكد من الاستريس الالوبل بتاعي بدخل اشيك على البندنج ستريسز والشيل ستريسز والديفليكشن، يبقى انا كده سيف. فكر الناس تاني يعني على خطوات التصميم عشان ما تتوهش. عامة احنا بنطول شوية في كل الخطوات، بس عشان انتوا اسئلتكم بتكون مختلفة، وكل واحد بيسأل في حاجة وبتكون واقعة منه واقعة جامد، فاحنا بنطول في كل حاجة، واللي يلاقي جزئية هو مش واقع فيها يجريها ويقف اللي هو واقع فيها عشان نغطي كل الناس بأكبر شكل ممكن يعني. فبراحتنا خالص، والفيديو معاك يعني، مش هتقعد تسمع كله، وانت اللي تلاقي نفسك قوي فيها النقطة مش محتاج كل ده، ما توقفش فيها، جري الفيديو وشوف اللي بعدها. طيب نخش على تشيك في لوكال باكلينج. تشيك في لوكال باكلينج في الكود
في الأول خالص أهو، تمام، فرضينه إن هو نون كومباكت، تبدأ تشيك على المعادلات بتاعتك وهكذا للويب وللفلانجة بكل بساطة، تطلع معاك المنظر ده، تطلع معاك 4.5 أقل من 10، تمام، كده الفلانجة is compact زي الفل. الدي ويب على التي ويب يطلع معاك 21، الويب is compact زي الفل. يبقى كده في الحقيقة واجب، بس احنا ننوه على حاجة، ان انت هنا كنت تقدر تاخد الاوبن 7.2، تمام، يعني كنت تقدر تقول ان القطاع كومباكت، لكن لو هو نون كومباكت ما تقدرش تاخد اوبن 7.2 دي، عشان بس نكون ايه واضحين. وعامة انا قلتها للتوضيح، احنا هنكمل بالواحد من اربعة زي ما احنا، انا بس ايه حبيت ادخلها في النص مع انه فيديو كده كده ما حدش قاعد يسمع يعني، فخليها ليك يعني كمعلومة وانت اشتغل بالواحد من اربعة عادي. فخلينا نكمل كده الويب كومباكت والفلانجا كومباكت، يبقى ندخل على التشيك. يبقى انا من هنا طلعت بايه 0.64 اف يلد، تمام تمام كومباكت مفيش فيها مشكله. نخش على اللاترال تورشنال باكلينج، ومن اللاترال تورشنال باكلينج انا هيبقى كومباكت هيبقى نون كومباكت، يبقى اقل من نون كومباكت زي ما اتفقنا. هجيب ال اكشوال، اليو اكشوال طبعا 6 متر هنا مفيش فيها خلاف، 6 متر كامله هي اللي هتقاوم اللاترال شوك، اللي هتقاوم مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه ماسكه من النص، مفيش اي حاجه ماسكه الكاميرا دي من هنا لهنا خلاص. ادي بحر الكاميرا من هنا لهنا، مفيش اي حاجه ماسكاها من النص، الكاميرا دي عماله تترزع كده باللاترال شوك وعماله بالواي بلوت. طيب يبقى عرفنا ال اكشوال ب 6. طيب ال يو ماكسيمم بقى طبعا دي من الكود برضو، يلا انا شفتها الكود تاني، دي سهله دي، القانون ده من الكود، تعوض تعويض مباشر هتلاقيها طلعت معاك 300. في قانونين المفروض انت تبقى اقل من اقل واحده فيهم، طب اول واحده اصلا اوريدي طالعه اقل من الست، فانت اوريدي مش محتاج تكمل، انت كده كده في لاترال تورشنال باكلينج حصل زي الفل يعني. في الحقيقه انت عندك اول ما يحصل لاترال تورشنال باكلينج المفروض تحسب اف لاترال تورشنال باكلينج 1 واف لاترال تورشنال باكلينج 2. طيب اف لاترال تورشنال باكلينج 1 هحسبها ازاي؟ من نفس القانون ده تيبيكالي في الكود، السي بي هنا يعتبر بواحد لان دي سيمبل، والمومنت بتاع ال ان سبورتد من هنا 0 من هنا 0 من النص اكبر من القيمتين، فدي حاله احنا قلناها في السكشن، فيعتبر السي بي هنا بواحد، ونبدا نعوض تعويض مباشر، يطلع اللاترال تورشنال الاف لاترال تورشنال باكلينج واحد ب 2.6. محتاج اجيب الاف لاترال تورشنال باكلينج 2؟ لا مش محتاجها في الحقيقه. ليه مش محتاجها؟ عشان خاطر ان انا في الاخر باخد الجذر التربيعي، يعني اف لاترال تورشنال باكلينج واحد زي تربيع زائد اف لاترال تورشنال باكلينج 2 تربيع، ففي الاخر لازم الاثنين دول اصلا يكون اقل من اوبوت 85. طب هي في واحده اكبر من اوبوت 85، فانا اوريدي هربعها واخديها الجذر هتطلع واحده فيما تطلع اكبر، فاوريدي القيمه هنا مش محتاج ان انا اخش احسب، هو القانون بيقول لك ادخل عامه يعني، لكن هو بالمنطق انت ادخل وجرب هتلاقيها طلعت معاك اكبر من اوبوت 52. فهنكتفي بهذا القدر من اللاترال تورشنال باكلينج، وناخد ال اف بي سي اوبن 5.8 بالرقم اللي قدامنا 1.4. طيب كده انا طلعت بالاف الاوبل اللي هي الاف بي سي الاوبل اللي هي اللي انا هبدا احسب عليها التشيكات بتاعتي. اول تشيك كنا بنعمله التشيك اوف بيندنج ستريسز. طيب هو التشيك بتاع البيندنج ستريسز محتاج تكون انت فاهم معايا شويه مكونات المعادله بتاع الام اكس على الام واي، ام اكس في واي على اي زائد ام واي في اكس على اي واي، المعادله دي مهم تبقى فاهمها قوي. اتمنى الرسمه اللي في الجنب دي تكون موضحه لك القصه شويه. ده كده القضيب اللي ماشي عليه الكرين او الكاميرا، وهي ماشيه زي ما اتفقنا بترزع كده وبترزع كده في الاتجاهين. اللود ده اللود ده اللود ده هو اللي هيعمل لك الام اكس دي، خلاص كده متفقين. طب الام اكس دي هتعمل ايه؟ هتضغط في النقطه دي رقم 2 وتشد في النقطه رقم 3، يبقى يظهر عندك المنظر اللي انت شايفه ده من النيوترال اكسس، يبقى النقطه اللي فوق دي المومنت هيشد هيضغط عليها، واللي تحت دي هيشد فيها، وكل ما تقرب من النيوترال اكسس يبدا الضغط يبقى زيرو لحد ما يقلب شد، يبقى ماكسيمم عند اعلى نقطه ابعد نقطه تحت. طيب في الحقيقه وانت قبل كده كنت بتشيك تحت
وفوق قصدي على نقطة واحدة بس، بس احنا هنا هنشيك على نقطتين. ايه السبب اللي احنا هنشيك على نقطتين؟ الحقيقة هو الام واي هيضغط على نقطة وهيشد نقطة برضه، يعني الام واي هيعمل نفس القصة دي. ففي نقطة الام واي هيضغطها والام اكس هيضغطها اللي هي النقطة دي، فعليها ستريس ضغط من الناحيتين، وفي نقطة تانية هتضغط او هيحصل لها ان هي هتضغط فقط من راس الام اكس خلاص. واحد يقول لي طب ما المشكله، ما هي كده كده يعني هتضغط بس وام اكس، يعني ما اخد اللي فيها ام اكس وام واي. في الحقيقه هو انت ما كلامك منطقي، لكن هي ممكن في بعض الحالات تزيد لسبب واحد بس، ان انت لما هتيجي تاخد النقطه دي وتاخد عليها ام اكس وام واي هتقول ان هي اقل من 1.4 في 1.2، في حين ان انت لو خدتها هنا فانت مش واخد معاك تاثير الام واي، واخد تاثير الام اكس بس. فانت واخد تاثير الام اكس، فده بيخليك تقارن بقيمه ال 1.4 فقط. يعني لما اخد البوينت رقم 2 دي رقم 2 وشايك عليها لازم يطلع اقل من 1.2 في 1.4، لما اخد رقم 1 هقلل اكتر اقارنها ب 1.4 بس، هتلاقي المنظر ده طلع معايا. اف بي سي اكس عند نقطه رقم 1، ادي الام اكس على الاي على الاس اكس تمام في 100 طبعا عشان احول. 1.02 اقل من 1.4 بس، مش في 1.2 بقى ليه؟ عشان انا كيس 1. طيب النقطه رقم 2 اللي هي سبجكتد تو ام اكس اند ام واي عند الكومبريشن فلانج، هبدا اقول ان الاف بي سي عند رقم 2 هتبقى قيمه المومنت الاكس زائد، انا هاخد فين بقى؟ اهو بالظبط عند النقطه دي. النقطه دي شايف الام واي، الام واي بيضغطها، الام اكس بيضغطها، النقطه دي مضغوطه من الاثنين. حتى في الاستراكشر لما كنت تاخد دي كنت تقول ناقص زائد لان مضغوطه ومشدوده، لكن لا احنا هناخد دي اللي هي ناقص ناقص، مضغوطه مضغوطه، فاحنا هنا جمع جبري فاحنا نقول ان الاثنين مضغوطين فنجمعهم على بعض زائد زائد مضغوطين تمام. فهنقول 29 زي ما قلنا بنت 4 اللي هو الام اكس، والام واي على الاثنين اللي نسي على الاثنين، تكرار بيعلم الشطار، نعيدها تاني عشان خاطر الفلانجة اللي فوق هي اللي بتقاوم فقط، الفلانجة اللي فوق هي اللي بتقاوم الام واي فقط او خبطة العجلة. طيب هيطلع معاك 1.6 كبير قوي. لا ما انت لسه هتضرب الاسترس في 1.2 طلعت برضه صفر، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية. عامة هي الحالة دي الكريتيكال معاك في معظم الحالات. طيب خلصنا تشيك بيندنج وطلع تمام زي الفل، نبدأ نشيك على ايه؟ الشير. احنا كان عندنا قيمتين للشير كيو اي وكيو اكس، ناتجين من الكيو اكس بتاعتي او الكيو اي والكيو اكس، قيمتين للشير، دي شير شير سترينج اكشن ودي شير ستريسز. طيب الشير بتاع الواي كان ده كيو اي اهو اللي كان جاي عندي من الرياكشن، وكان ده الكيو اكس اللي جاي من اللاترال شوكل الجانبيه. الحقيقه هو لازم تبقى نفكر الناس بحاجه، وده اللي احنا قلناه في اول سيكشن، ان معادله الشير نفسها معادله تقريبيه. احنا كنا بنقول ايه؟ فورس على اريا، كانك اعتبرت القطاع يعني ليه اريا والشير ستريس بتاثر على اريا، بس في الحقيقه هو المنظر ده لو حد فاكر من الاستراكشر هو ده منظر الشير على القطاع الاي بي اي او الاتش اي بي اللي هو شكل حرف اي. ومجازا في اول سيكشن قلت لك هنعتبره بالمنظر ده كشكل مختصر عشان ما تقعدش تحسب القيمه دي خلاص، وقلنا هناخده كفورس على اريا. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ انت كده كده الجزء ده مش هيتغير فيه حاجه، انت هتحسبه زي ما هو، يعني الكيو اي هتبقى الشير بتاعها 23 على اللي هو الكيو واي على الاريا فلانج، لكن انا بقول لك الكلام ده عشان الكيو اكس، الكيو اكس في الحقيقه هي مش بالمنظر ده، فانا مش هينفع اخد لها شكل تقريبي، انا هاخد مساحه البارابولا كلها، هو شكل الشير على الفلانج عامل كده. يبقى هنقول مساحة البارابولا دي تلتين مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة عندك هنقول تلتين كيو اكس يعني، ونقسمها على الاريا فلانجة، يبقى دي كيو اكس في تلتين على الاريا بتاعت الفلانجة، يبقى احنا جبنا قيمة ارتفاع الماكسيمم شير ستريس عندك اللي هي 0.03 وبرضه هتبقى سيف. يعني معظم الحاجات دي مش كريتيكال قوي في التشيكات. يبقى لك عندي التشيك ديفليكشن الالاوبل، طبعا اتفقنا بنجيبه من الكود، ادي الكود
تخش على الديفليكشن، دي الديفليكشن. بس في الحقيقة هنا الكرين تراك جردر غير الفلور بيم. الفلور بيم الأول كنا بنقول على 200 وعلى ماشي يا محب، عشان انت كنت غلطان في دي، ركز خلاص. ف بس الشيك بتاعكم ممتاز صراحة يعني، عشان ما نظلمش الراجل، هي كانت غلطة بسيطة. ف هنا هناخدها على كام بقى؟ على 800. كرين تراك جردر هناخدها على 800. يبقى الدلتا دوبل هنا على 800 تدي لك 0.75، اللي هي 7.5 مللي. طيب اجيب ده الالوبل، الاكشوال بقى اجيبه ازاي؟ الحقيقه كنا بنعمل ان احنا بنحوله، يعني انا عايز الدبليو لايف لود لوحده الاكويفالنت. كنت بعمل حاجه بسيطه قوي، كنت بجيب لان في الحقيقه انت عشان تجيب الديفليكشن لحاجه زي كده، حاجه مومنت زي كده، كنت المفروض تعمل اللي هو التكامل المساحات، هتحله عن طريق الفيرتشوال ورك والحاجات دي عشان تجيب الديفليكشن. فاحنا مش هنعمل كده، احنا هنقول لك هات اعتبر ان المومنت هنا بالشكل ده، واعتبر ان الام لايف لود بيساوي الدبليو اكويفالنت لايف لود على 8 في ال تربيع طبعا، على 8. طيب انا الام لايف لود ما هي معايا، ال ما هي معايا بحر الكاميرا، ودي 8، بقدر اجيب الدبليو اكويفالنت لايف لود اللي انا هجيب هجيب الديفليكشن نتيجتها. طب واحد يقول لي بعمل القصه دي كلها ليه؟ لان انت ما بتحسبش الديفليكشن نتيجه التوتال لود، الديفليكشن بيجي نتيجه اللايف لود فقط. ديفليكشن طول عمرنا لما تيجي تحسبه في الستيل دايما هتحسبه على اللايف لود فقط. طيب يبقى دي المعادله قدامك اهي، تجيب الدبليو اكويفالنت بالمنظر ده. طيب يبقى الاكشوال هتعوض فيه كان المعادله دي بتاعت السيمبل بيم، معادله الديفليكشن بتاع السيمبل بيم. ادي الدبليو الدبليو لايف لود جبناه خلاص الاكويفالنت اهو، ودي 5 ودي ال اس 4 ودي اي اي اللي هي بتاعت الخصائص الحديد الانرشيا بتاع القطاع ومودرس الاستاتستي بتاع القطاع، تعوض تعويض مباشر. طبعا دي المية دي تحويلها، عشان انت عندك اللود ده طن على المتر رم، ودي 2100 طن على السنتيمتر، ودي سنتيمتر، يطلع معاك ايه؟ 0.88، يعني 8 اكبر من، يلا يا معلم ارجع بقى، رجع كبر القطاع وعيش حياتك، مش مكبر انا حاجه. تمام احنا طولنا شويه بس ايه، اتمنى يكون غطينا كل النقاط وبالراحة وبهدوء عشان الناس ما تتوهش. اللي عنده مشكلة في حتة يقف فيها براحته، واللي شايف ان الموضوع بسيط يجري، يعني هو متوقع، يعني انا لازم يكون في ناس الموضوع بالنسبة لها بسيط، ولازم في ناس تزهق وتقول ان انا طولت اكتر من اللازم والا يكون الموضوع فيه مشكلة. فانا يعني المفروض العدد اللي يبقى يرجع الفيديو اكتر من مرة يكون قليل. تمام يلا بالتوفيق للجميع.